هلا احنا امبارح سألنا سؤال هيك افتراضي للأشخاص اللي بيتابعونا. السؤال بيقول تخيل انك تدخل على غرفة كبيرة فيها كل الأشخاص اللي قابلتهم بحياتك. على من ستبحث اولا؟ دخلت انت على غرفة كل الناس اللي شفتهم بحياتك موجودين، مين اول شخص بتدور عليه؟ بتعرفي انا لما بعتي لي اياها كنت سايقه بالسياره، فقرات المسج وكتير اخذتها بفرح. احذري ليه؟ برافو. عشان فكرت قلت ياي انه كل الاشخاص اللي قابلتهم، يعني اكيد بابا موجود، فاكيد رح ادخل ادور عليه. طبعا انا اليوم والله انا حاطه براسي، انا كنت قلت امبارح وانا بحضر قلت بدنا نسال السؤال الي ولا رهف قبل ما نساله للناس. ما فكرت بجوابي، انا ما بعرف ايش بجاوب. فكرت فيها قلت لي رح تقول بابا ورح نصفن، ايوه، ورح يكون الموضوع انتنس، فقلت ما بدي اسال. هلا انت لحالك جاوبتي. لا الحمد لله بابا. وبعدين بدي اقول لك شغله لبابا. يا بي ايش شو راح عليه؟ انا بحسه معي. انا بحسه معي وشايف وعارف كل شيء. واقول لك شيء ثاني عشان ما نكون ايموشنال وانتنس على الريق وعلى الصبح. امبارح كنت عم بفكر بشغله من وحي الموضوع كمان، لاني فكرت يعني بدي اقول شيء لكل شخص فقد اب او ام او اي شخص عزيز وغالي عليه. بعد 3 سنين عملنا هذيك المره اجتماع انا وصحباتي اللي فاقدين اب او ام، اكتشفنا انه بعد 3 سنين الغليان بهدى بخف. يعني في ناس بقول لك بعد اول سنه، لا انا اول سنه بالنسبه لي صعبه وثاني سنه كانت صعبه. هلا انا بقدر احكي عنه بابتسامه، بقدر احكي عنه بهدوء بدون ما القهر والغصه. هو ببالك وهو ببالي وهو ولا يوم بمر ما بخطر ببالك وبتقول يا ريته هون، بس ببطل فيه القهره. هاي الوقت كفيل انه يروقها. يمحيها، تصيري انت قابله اكثر، راضيه اكثر، وتقولي انه هو في مكان افضل وهو عاش حياه حلوه والحمد لله، يعني عاش ومات بكرامه. لروحك السلام عمري انت ابو الحكم الحبيب. امبارح لقيت اختي نوف مجاوبه. ايش قالت؟ قالت بدور على ماما القديمه، اشتقت لها يا عمري. بدون ما ادخل بالتفاصيل، الله يخلي لكم اهاليكم يا رب يا رب. ليتس جو ثرو اشياء الناس حكوا. يلا من الاجابات. شيء بدك تقولي؟ لا 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 قولي لي. بحب اسمع شيء الناس بيحكوا 100%. يس. وحده بتقول على بابا لاني اشتقت له. وحده بتقول على معلمه اللغه العربيه في المرحله المتوسطه لانه هي كانت السبب في تكوين ملامح شخصيتي وانا هلا عمري 45. ايش حلو، حلو الامتنان لاشخاص لهم فضل عليكي. في ناس بمرقوا بحياتك بكونوا معلمين صح، او بيأثروا، بتشعري انه غيروا من مسار حياتك، من صقلوا شخصيتك. بالضبط. very nice. في وحده بتقول بدور على الباب لانه اختياراتي مدمره حياتي. هاي الفهمانه. هي هون الباب دخلت اما بابا وماما وجدتي وطلعي اختياراتي. وحده قالت لي على الاكس لاني اشتقت له. امبارح شفت فيديو لوحده ترن على الاكس بتقول له كل سنه وانت سالم. قالها شو المناسبه؟ قالت له عيد العمال. قالها ليه؟ انا شايفتيني عامل. قالت له انت عامل العمايل. وفعلا عامل عمايل. فعلا عامل عمايل. هذا يا ست العزيزه وحده بتقول جوزي معتصم الجدع ابن الاصول الحنون. محلى لما الست هيك تحس. حبيت المسج كثير انه يدور على جوزها. الله يخليهم لبعض. الله يخليكم لبعض. وحده بتقول لي بدور على اول حب بحياتي. ليش فكرك؟ تحسي بالبراءة. أول حب براءة. بتحبي حالك مع هذا الشخص. بتحبي حالك باك ذن. أيوة. بتحبي كيف كان سقف توقعاتك. أيوة. شو كانت احتياجاتك، البيسكس اللي عم تدوري عليهم، طريقة الحب، شكل الحب، كان كله مختلف عن هلأ. وبعدين بتعرفي شغلة، هلأ فكرت مرات احنا مندور على أشخاص مش بس عشان نشتقنا لهم، ندور على أشخاص عشان نشتقنا لحالنا معهم بهديك الفترة. برافو عليك. بالضبط. واحدة بتقول لي بغمض عيوني ما بدي أشوف حدا. يعني أنا بس قرأت هاي المسج تخيلت حجم خيبة الأمل اللي هي عايشة فيها. تخيلي أنت بتدخلي على غرفة فيها كل الناس اللي عرفتيهم بحياتك وأنت بتختاري أنك تغمض عيونك لأنك ما بدك تشوفي ولا حدا فيهم. عن حجم، عن جد disappointment والوحدة. والوحدة قدي ناس خيبوا أملها لتوصل لهالمرحلة. صح؟ يعني لا أخ ولا أخت ولا صديق ولا صديقة. وعلى فكرة في هيك بالدنيا، ما بدنا نكون سوداويين بس
بس في ناس حتى علاقتهم بأهلهم مش منيحة. طبعاً تخيلي مثلاً هاي ما دورت لا أبوها ولا أمها. المفروض هدول يعني. المفروض هدول ركائز. ركائز. رهوفة في شخص هون بس عم بدور على شغلة. في وحدة قالت إنه بدور على الأشخاص اللي ظلموني بحياتي وبدي أقولهم الله لا يسامحكم. أنت شو بتقولي للي ظلمك بحياتك؟ أنت رهف صوالحة شو بتقولي للي ظلمك بحياتك؟ يعني مش مسامحة. مو مسامحة؟ لا. أوف تمزحي؟ لا ما توقعت الجواب. يعني بتعرفي شو بحاول 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 أسامح بحاول إنه بحاول أضل هيك أقول عشان ما أأذي نفسي بهاي المشاعر، لأنه بعرف إنه أنت لما ما بتسامح شخص أنت المأذي مش هو. بس قد ما أقول لك إنه مسامحة 100% ما بتسامحي؟ في ناس أذيتهم خفيفة بس في ناس أذوني منيح. أذوكي منيح؟ فلا هدول لا ما بتسامحي مستحيل لو بتخلص الدنيا. يا الله استغربت منها لأنه أنا بعرف شخصيتها. رهوفة هداك اليوم قرأت رسالة كتبها مظلوم لظالمه. أيوة. قال له رسالة كتبها مظلوم لظالمة، قال له ستراني في عقوق أبنائك وفي غدر من حولك وفي هجر أصحابك، ستراني في دعائك الذي لا يستجاب، ستراني في كل أحلامك المحطمة، في مرضك وضعفك وفشلك، ستراني في أغلى ما تملك. صح 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 صح